أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد أحمد صاحب محل جيمر هاوس إلكترونيكس. سيد أحمد، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. بداية حابين نرحب فيك طبعا. يا أهلا وسهلا فيكم، وشكرني اليوم التواجد وياكم في هذا البرنامج، شكرا لكم استضافتي. أهلا وسهلا فيك، نورتنا ونورت البرنامج. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. طبعا قبل كل شيء معاكم أحمد محمد علي. فبدينا المشروع هذا في سنة 2018 تقريبا، وكانت البداية أننا في رخصة تاجر، طلعنا رخصة تاجر من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وشاكر لهم هاي الخدمة أن نقدر نطلعها فقط عن طريق الأونلاين. وانت جالس في البيت تطلع الرخصة هذا، وتقدر تبدأ نشاطك التجاري في وانت في البيت. فبدينا هذه سنة 2018، فدخلنا السوق، تعرفنا على التجار أول سنة، السنة الثانية، ومن بعدها يعني بعد ما تمكننا من السوق صار اسمنا موجود في السوق، قررنا أن نفتح محل في دبي. فتواصلنا مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وما كنت متوقع الرد بيكون خلال يوم واحد فقط. يوم واحد ردوا علينا بالموافقة على طول على دعمهم للمشروع هذا، وأشكر لهم صراحة سرعة الرد على هذا المشروع. ممتاز، خبرنا أكثر عن الخدمات والمنتجات اللي بتقدموها للعملاء. نحن دمجنا عدة نشاطات في محل واحد. دمجنا نشاط اللي هو الإلكترونيات، ونشاط الهواتف المتحركة، ونشاط الساعات، نشاط الفيديو جيمز، كله دمجتهم أنا في محل واحد، إن الزبون يجي ويحصل كل شيء يريده في مكان واحد. ما شاء الله، يعني جميع ما يخص الإلكترونيات، سواء لما يخص الجيمرز، ما يخص أيضا حتى هواة مثلا الإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية. نعم، كله في مكان واحد يقدر يحصله هني. بالإضافة إلى نقدر نصمم أي كمبيوتر ألعاب على حسب الطلب. أكيد نقدر نصمم. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات، خصيصا في مجال الألعاب ومجال أيضا الإلكترونيات، لازم يكون عندك شيء من التميز. شو اللي بيميزكم اليوم في جيمر هاوس عن باقي المنافسين؟ اليوم أعطيك مثال، يعني بعض المحلات الجيمينج لما تكون القطعة يعني مثل ما تقول أوت أوف ستوك أو كمية قليلة في السوق، يرفع البايع يرفع سعره كثير. صحيح. يعني يبالغ في السعر وايد، لأن هاي القطعة عليها طلب. هذا مش موجود عندنا، هاي السياسة مش موجودة عندنا، سعرها ثابت حتى لو كانت كمية بسيطة في السوق، ياخذها العميل عندنا بنفس السعر. يعني مصداقية للعميل، تجاه العميل وتجاه حتى المنتجات الموجودة والمعروضة. شو الرؤية والهدف والخطة اللي راسمينها للسنين اللي جايب إن شاء الله؟ إن شاء الله حاليا نحن فاتحين متجر في نون، وإن شاء الله ياسين نخطط نفتح في متجر وكذلك في كارفور، نقدر نفتحه من بعدها في أمازون إن شاء الله، لأن التجارة الإلكترونية حاليا يعني شغل عليها كثير في هذه الفترة. أكيد طبعا، موجودين في دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان. كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين، على استقرار السوق، أو حتى أيضا لدعم مشاريع الشباب مثل حضراتكم؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، فعندنا هنا في دولة الإمارات الأمن مستتب. لو نطلب بضاعة، البضاعة تجينا كاملة، يعني العميل أو التاجر هنا فما يخاف إن مثلا شركة تنصب عليه في حال إنه يبغى يشتري أغراض من السوق أو يبغى يشتري شيء. جميع الشركات لهم فيها مصداقية، فالحمد لله رب العالمين الموضوع سهل جدا. نشكر شيوخنا على ما قصروا يعني على الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على ظهورك معنا، وحابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لجيمر هاوس إلكترونيكس. عندنا موقع الإلكتروني تبع الرخصة اللي هي رخصة تاجر جيمز وورد تريدينج، يقدرون يدخلون على الموقع الإلكتروني. وعندنا حسابات الإنستغرام، حسابين موجودين للإنستغرام، موجودين بعد كذلك اللي هو حساب جيمر هاوس إلكترونيك في الإنستغرام، يقدرون بعد يتواصلون معنا إن شاء الله. أكيد طبعا جميع وسائل التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا.